تلغي المواطنية؟ لعل هذا هو السؤال الذي يترجم الآن بحثا عن صياغ لقانون الانتخاب. لا تسقط في فخ اللقاء الأرثوذكسي ولا تعود إلى قانون الستين. وبانتظار صيغة كهذه لا يزال لبنان واقعا تحت وطأة الحوادث السورية التي بات واقعها الإنساني يطغى على أي شيء آخر. فإضافة إلى المأساة داخل سوريا، وصل عدد النازحين الذين يجري تسجيلهم في لبنان إلى 200,000 وفقا للمفوضية العليا للاجئين. أما نازحون الفلسطينيون وغالبيتهم من مخيم اليرموك فيبلغ عددهم قرابة 20,000 وفقا لدراسة أعدتها حركة حماس. والبداية من مشاريع قوانين الانتخاب والسؤال أين سترسو سفينة المشاريع وما هو مشروع القانون الذي يطمئن المسيحيين؟ بكم الجديد، حرب الإفتاء مستمرة والمبادرات في الثلاجة. بين العاصفة الأخيرة، فمن هو محمد شاهين؟ انحراف نادرة ما زالت على قيد الحياة. هي على قرار نيابة الأموال العامة بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة تعرف إعلاميا باسم قضية هدايا الأهرام، وهي عبارة عن تلقيه وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة بقيمة تقارب المليون دولار أمريكي. في العراق شارك المئات في تظاهرة وسط بغداد دعما لحكومة رئيس الوزراء نور المال. أجلت قوات الأمن الإسرائيلية فجر اليوم نحو 100 فلسطيني من الموقع بعد أن قضت في ليبيا نجا القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارته المصفحة. وقال مصدر أمني إن القنصل بخير وإنه لم تقع أي إصابات. طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السلطات الفرنسية بالكشف فورا عن ملابسات وفاة أول جندي فرنسي في مالي وهولندا يؤكد استمرار العمليات العسكرية هناك في الأيام المقبلة والغموض يلف مصير الرهينة في الصومال.